مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني يرتفع بنسبة 4.2% بنهاية أكتوبر الفائت مسجلا 105.6 نقاط مقارنة ب 101.3 نقاط في نفس الفترة من العام 2017. جامعة السلطان قابوس تدشن تطبيقها للأجهزة الذكية والمنصات التفاعلية والترويجية مستهدفا طلاب الجامعة وموظفيها وخريجيها، ويضم التطبيق في مرحلته الأولى 9 أقسام تقدم خدمات مختلفة.